واضح ان ذوقك متميز جدا. الحقيقه ده مش ذوقي، ده كان ذوق عمرو. قالوا لك ان انت مطلوبه بكره قدام النيابه؟ ايوه، بعتولي. الاستدعاء المباشر اتاشر عليه من رئيس النيابه وجالها بيه امين شرطه من الاستيفا. انت كنت قلت لي انك عندك مشوار؟ ها؟ مظبوط يا استاذه، ده بعد اذن حضرتك طبعا، وان شاء الله هطلع من هناك على المكتب على طول. انا جايه لكم المكتب، ما حدش يمشي. حاضر يا استاذه. بعد اذنك يا رندا. مع السلامه. حضرتك عايزاني لوحدي مش كده؟ ايوه، بس مش بس نقعد انا وانت لوحدنا نتكلم وبس، لا انا عايز اعرف خلفيه الموضوع اللي بسببه عمرو اضطر يتخانق مع سعد، والخناقه دي ادت لحادثه قتل. عايز اعرف الخلفيه دي بمنتهى الوضوح ومنك انت.
حضرتك اسألي وانا هجاوب. اللي هتقوليه دلوقتي مش هتقال بكره قدام النيابة. اللي هتقال كلام عادي قوي، محايد، ايوه، لا، يمكن، معرفش. فاهم. كنت خطيبة سعد وبعدين بقيتي مرات عمرو، ايه الفرق بينهم؟ كتير فرق بين السماء والارض. سعد كان انسان عملي، ما بيفكرش غير في الفلوس والصفقات وازاي يكسب، عمره ما فكر في الخساره ولا حتى في العواطف. اما عمرو انسان طيب قوي، حنين، حاجه تجنن. ورغم كده كان ممكن تبقي مدام سعد الشامي. ما اظنش، انا انبهرت بيه اول شهرين وخلاص. انما عمرو من اول لحظه شفته وانا اتمنيت اكون مراته العمر كله. كنتش اعرف ان عمري معاه قصير كده. ما كنتش خايفه يا راندا من انتقالك المفاجئ من سعد العمر؟ رغم انهم شابين مش من النوع العادي، دول بيشتغلوا في السوق وعندهم بيزنس. الخلاف بيني وبين سعد كان كبير قوي، ولما انا قررت الانفصال كان مرحب قوي وما عندوش اي مانع. وعرفت بعد كده انه قال لعمر لو عايز تشيل شيل. امال ايه اللي حوله الانسان غيور وحابب يسوق سمعتك وحابب يلخبط الامور وبيخطط لكده؟ سعد يا استاذة كانت دماغه بايظة، ما بيفكرش غير في الفلوس والفاكهة والصفقات والستات، مين خد مين من مين، وإيش بولندية وإيش هولندية. يعني إيه؟ يعني في مجهول في الموضوع. أيوة، المجهول ده اللي أنا جايلك علشان الإيد الخفية اللي حبت تزيحك من طريق عمرو، وكانت النتيجة جريمة قتل. كده بقى يبقى حضرتك حطيتي إيدك على الموضوع بالظبط. أنا حاطة إيدي على العنوان الرئيسي للموضوع، لكن تفاصيل الموضوع عندك أنتي، أنتي الهدف. لكن للأسف ما حسبوهاش صح أو فلتت من إيديهم. بنتك فين؟ عند ماما عشان أنا رايحة النيابة الصبح. طلع حلوة زيك ولا شبه طنط إلهام؟ لا أعوذ بالله، بلاش طنط إلهام. ليه؟ ما ينفعش، كنت أتوحم عليها من بداية ما اتجوزت عمرو وانا مفيش بيني وبينها اي ود. بالعكس، انا حاسة انها بتحبك من باب انها بتحب عمرو وعاوزة سعادته. من جهة انها بتحب عمرو فهي بتحبه وبتعشقه، لانها بتعتبر ان عمرو الوريث الشرعي والوحيد لثروة باباه الله يرحمه، وان الثروة دي مش لازم تخرج بر. بس انتي اكيد في مقام بنتها، هي مش عندها بنت؟ ايوه، وانا بحترم ذكائك لانك عايزاني اوصل بيكي لاماني بنت طنط الهام، مش كده؟ وهي المرشحه الوحيده قبلنا مظهر لنيل لقب مدام عمرو فاضل. يبقى انت العقبه يا راندا. كان لازم يقتلوني انا، مش يدخلوا عمرو السجن. طب لما سافرتي باريس وزوغتي من عمرو علشان تقابلي سعد وصاحب عمرو شافك، كانت ايه الحكايه؟ انا عمري ما رحت باريس لوحدي. طب احكي لي بقى الموضوع. عايزة تعرفي حضرتك ايه الموضوع؟ يبقى لازم تزوري أماني وتعرفي عليها واسمعيها، ساعتها بس هتعرفي كل حاجة. بس أنا وانتي برضو ممكن نقول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. المذكرة دي هتروح للمدير الاشتراكي، عاوزاكي تكتبيها على الكمبيوتر وتديها لعم صلحي يوديها بسرعة بكرة. حاضر. ايه مالك مكشرة كده ليه؟ اصلها كانت تعبانة وعندها مغص. انا بسألها هي مش بسألك انت. تعالي وراي. اوعى تقولي لها اي حاجة. لا، لازم اقول لها ان مدام نادين كانت هنا. هي كانت هنا امتى؟ حضرتك بعد ما كلمتيني الصبح في البيت انا نزلت جيت على المكتب لقيت مدام نادين قاعده معاها هاني. هو رفع القضيه؟ ايوه، في محكمه الزنانير، والجلسه الشهر الجاي. هو احنا لما نرفع قضيه وتتحدد جلسه بنقدم عريضه الدعوه بالتوكيل اللي معانا ولا بالموكل نفسه؟ لا طبعا بالتوكيل. طب ومدام نادين كانت قاعده معاك بتعمل ايه؟ كانت معايا فين؟ الله، انت هتجاوب على سؤال بسؤال؟ حضرتك اللي حصل ان انا رحت الزنانيري عشان ارفع القضيه، وبعدين مدام نادين كانت عايزه تعرف الميعاد امتى، قلت لها تيجي تقابلني هنا في المكتب بعد المحكمه. هو ده كل اللي حصل. وفيها ايه بس يا رئيسه لما ده يحصل؟ يا فندم انا دخلت عليه فجاه ما اعرفش ان مدام نادين جوه، راح شاخد فيا وقال لي اقفل الباب وراكي، وراح رزع الباب كمان في وشي. ايه ده ايه ده، احنا من امتى بنقفل الابواب علينا لما يبقى معنا موكلين، وخصوصا اذا كانت ست؟ مهم، اتخانقتوا؟ ايوه.
وهزقني قدام كل الموجودين في المكتب. طب يا رئيسة اكتبي لي بقى المذكرة بسرعة لأن دي لازم توصل في ميعادها وإلا مش هيبقى كويس أبدا. اتفضلي. حاضر. أيوة يا أستاذ اتفضلي اقعد. إيه اللي بينك وبين نادين؟ ولا حاجة طبعا. طيب تيجي وتقعد معاك هنا ليه؟ وسيبك من الكلام اللي أنت قلته للرئيسة، أنا عايزاك تقنعني أنا. يا فندم حضرتك اللي قلتي لي إن أخلي بالي من القضية بتاعتها. آه تخلي بالك من قضيتها، مش منها هي شخصيا. أنا مفيش أي حاجة تربطني بيها. طب وإيه اللي بينك وبين رئيسة؟ أنا مفيش بيني وبين رئيسة أي حاجة خالص، رئيسة دي زميلة وأنا بحترمها جدا، وعمري ما فكرت في أكتر من الزمالة. على العموم أنا هصدق كلامك لأن ده المفروض. أنت مش ممكن تقولي كلام مش مظبوط لأني بثق فيك وبعتمد عليك في حاجات كتير قوي هنا. أنا عاوزك تتصالح مع رئيسة على إنك أنت الراجل، أوكي؟ حاضر يا أستاذة. رئيسة تعالي أنا عاوزاكي. حضرتك عملتي إيه مع رندا؟ عندي فكرة كده بس لسه مش متأكدة منها، هي دي اللي هبني عليها الموضوع كله. المهم عاوزاك بكرة تروح نيابة بولاء، هتستناني هناك، أنا جايلك على طول قبل ما يبدأ التحقيق مع رندا. ها تعالي يا رئيسة. أنت وهاني إخوات، إحنا هنا في المكتب كلنا عيلة واحدة، وما يصحش يحصل بينا كده، وما تسيبوش الأمور توصل للدرجة دي. هاني هيعتذر لك بصفته إنه راجل، مش عشان مين غلط في مين. ها أنا آسف يا رئيسة، ما كانش قصدي. لا الحمد لله كده بقينا تمام خالص وزي الفل. الحمد لله. على فكرة أنت بنت حلال يا عزة، لأن دي أول مرة أعالج مريض حالة هبوط في الدورة الدموية في البيت بالمحاليل والحقن. عادة إحنا بناخد المريض جري على المستشفى، لكن أنت الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا دكتور. طب كده أقدر أسافر مصر؟ سافري إمتى؟ بكرة الصبح إن شاء الله. هو تقدري بس ليه الاستعجال؟ يعني عايزه اسافر دلوقتي. مظبوط لازم تسافر. في مصر الموضوع هيختلف عن هنا في الرعايه وفي ماما. وصلي الدكتور لو سمحت. طيب طيب انا هتصرف. احمد الدكتور عايز يسلم عليك قبل ما يمشي. لا دكتور مع الف سلامه. الله يسلمك يا احمد بيه بعد اذنك. اتفضل. عشان نتكلم شويه. نتكلم في ايه؟ يعني هنتكلم في المراس، هنتكلم في عزه. طب ما احنا اتكلمنا. كلامك ما ينفعش، مش موافقه عليه. عزه هتنزل معايا علشان تقعد معايا، مش علشان تنزل وتقعد لها كام يوم وتقابل هند الخشاب المحاميه وترجع تاني. اسمعي يا مهتاب، انا خيرت بنتك تقعد في المكان اللي هي عايزه تقعد فيه، بعدين بطلي بقى تكلمي عن حاجات مش هتحصل. عزة الملاح هتفضل بنت احمد الملاح، لما تبقي تقدري تعمل لها عمليه تغيير دم تبقي خزنيها عندك. اخزنها فيفي. لا يا بيه. حضري شنطه للانسه عزة فيها هدوم تقضي 4 ايام. حاضر يا بيه. سامعاني يا مهيتاب؟ 4 ايام تفضل قاعده في حضنك، احكي لها عن الحكايات اللي عايزه تحكيها لها واروي لها خيرات قصصك. بعد كده هتقابل هند الخشاب وانا حاجة هاخدها بنفسي. مفهوم؟ عن اذنك. يلا بقى اعزموا بعض على شاي كده وقعدوا تضحكوا مع بعض شوية. انا مش فاضية، انا عندي مذكرة عايزة اقعد اكتبها. عارفة يا رئيسة، عارفة ان قلبك ما يصفاش بسرعة. انا هصفيها يا فندم واخليه اسرع من اللبن الحليب. شفتوا بقى الرجل الصغير بتاعكم هو اللي هيحل المشكله كلها. يلا سلام. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. صفوة. نعم. متشكره. على ايه؟ على انك وقفت جنبي. على فكره رئيفة اختي عايزه تتعرف عليك. امتى؟
تعالى بكره الصبح اشرب معانا الشاي ونيجي انا وانت سوا على المكتب. ياه استدقى بقى هتجيلي ازمه قلبيه. شايفه يا ستي ابوكي بيديني اوامر. ماما احنا هنسافر امتى؟ لو عايزه دلوقتي ما عنديش مانع. طب بصي يا ماما انا عايزه اطلب منك خدمه. انا يا حبيبتي مايا صاحبتي اللي كانت معايا في القضيه عايزه اعدي عليها قبل ما نسافر واديها فلوس. ما عنديش مانع ابدا. خلاص نحضر شنطتك اللي هتكفيكي اربع ايام وبعد كده نروح لصاحبتك ونسافر بعد كده على طول. طب بابا عارف اللي هيحصل ده؟ بابا عارف ان احنا مسافرين. ايوه فاهمه بس عارف ان احنا مسافرين النهارده؟ يا سلام وتفرق في ايه؟ لا لازم يعرف. معلش التاني ما انا اسف اصل سيد ابني جوه. هو سيد هنا؟ اي نعم. طب ثانية واحدة. ازيك يا سيد؟ اهلا اهلا يا ست هاني. جاي تزور ابوك؟ طبعا ده واجب علي. سيد يا ست الاستاذه بقى ماشي كويس والحمد لله وسكن في امبابه بس لما اصحابه ضايقوه سابهم وراح سكن لوحده. سيد بيفهم وشاطر وعنده طموح يحميه من الغرق مش كده يا سيد؟ ما هو البركه في سعادتك يا ست الاستاذه. انا ان شاء الله اول ما اخلص السنه دي واتخرج هاخد شقه انا واصحابي. هنفتحها مكتب محاسبه وهنكبره. سعادتك بقى تبقي اول زبونه عندي. انا متاكده يا سيد عشان كده بقول لباباك انك فعلا عندك طموح يحميك وما يتخافش عليك. يبقى تعالى زور ابوك وما تغيبش عنه. ها حاضر ان شاء الله. على اذنكم. شايف يا سيد؟ شايف ست الاستاذه فرحانه بيك ازاي وبتقول ان عندك طموح؟ فرحانه ايه يابا؟ دي تريقة. تريقة؟ تريقة ايه يا ولا؟ اخص عليك قليل الأدب. ده الأستاذة كانت داخلة بالعربية ووقفت عشان تيجي تسلم عليك، والآخر تقول تريقة؟ أما إنك مش متربي صحيح. خلاص يابا، أنا مش متربي، بس هيجي اليوم بقى اللي تعرف فيني اتربيت بجد. إن شاء الله النهاردة بالليل أول ما يرجع المعلم عبده من طنطا، هيكون ليا معاه كلام كبير قوي. حطي لي الشنطة في المكتب. حاضر. اهلا. مساء الخير يا استاذ. احنا هنقعد مع بعض في المكتب ربع ساعة بالكتير وهتلاقيني عندك. على اذنك. اتفضل. ايه ده؟ تعالي. انتي في البيجامة؟ اعمل ايه؟ ما انا كنت قاعدة بذاكر وكل علاقتي بيكي هنتعشى سوا. طنط عواطف جاية تقعد معانا. يا ماما حرام عليكي، ده هو ده الوقت الوحيد اللي بقدر استفرد بيكي فيه. تقومي تقولي طنط عواطف تقعد تتكلموا في السياسة. ما انتي بتحبيها. بس ماليش ليها مزاج النهارده. هنتعشى يعني سوا مع بعض واقعد معاها شوية وبعدين اطلع لك الأوضة اعاكسك شوية. جميل انتي. ماشي يا جميل. امتى يجي اليوم اللي الاقي في اللي يعاكسك كده يا رب؟ يعاكسني انا؟ ما كفاية المعاكسة اللي بشوفها طول النهار والليل. بقول لك ايه؟ تعالي بقى نطلع عشان اغير وانزل للراجل المسنين ده. يلا. اهلا وسهلا. اتفضل. شكرا. اتعشيت؟ ما انا هبات الليله دي عند خالتي في مصر القديمه وسعادتك عارفه انا بحبها قد ايه ونفسي ازورها واتعشى عندها. كويس قوي. قولي بقى اخبارك ايه؟ تمام يا استاذه. هات معايا عندك. بالنسبه لمدام انتصار مكاوي. ايوه. الشاب اللي عايش عندها في الشاليه يبقى ابنها. وعرفت ازاي؟ ما انا زرتها وقعدت معاها اكتر من نص ساعه على اساس اني بدور على شاليه عاوز اشتريه وعاجبني الشاليه بتاعها. والله فكرة حلوة قوي قوي. ها قالت لك ايه؟ اعتذرت وقالت لي ان الشاليه ده هو بيتها اللي هي عايشة فيه هي وابنها وقدمت لي ابنها على انه طالب في كلية الحقوق. وتأكدت ازاي ان هو ابنها؟ ما هي لما عرفت ان انا محامي احساس الامومة زاد عندها
وانبسطت قوي لما لقتنا انا وابنها بناخد وندي في الكلام، وخدت تليفونهم واتفقنا نتكلم. اسمه ايه ابنها؟ عصام. عصام ايه؟ والله ما عرفتش يا استاذه، انما اكيد هعرف. حقيقي بقى انت محامي شاطر ومجتهد. وعشان ما اطولش عليك، انت فاكر القضيه بتاعت حاتم مندور؟ الاستاذ احمد الملاح مساعد انه يعمل تنازل ويشرب القضيه. انا عايزك تقابل حاتم مندور وتقول له ان احنا هنجيب له التنازل ده. حاضر يا استاذه. انا طبعا مش نتاج مصر مخصوص عشان نتكلم في المواضيع دي، كان ممكن نقولها في التليفون. انا جايباك مصر مخصوص علشان تشوف خالتك، انا عارفه انت بتحبها قد ايه، وكمان في مكافاه ليك في المكتب، يا ريت تروح تاخدها من رئيسه. حاضر يا استاذه. في ان انا لما اقرر حاجه ما ارجعش عنها ابدا. وقررت ايه ان شاء الله؟ ان انت احلى واحده شفتها في حياتي. متشكره قوي، مع السلامه. لا لا مع السلامه ايه، استني، انا اصل الليله دي مش جاي عشان اشوفك انت، انا جاي عشان اقابل ابوك المعلم عبده. المعلم ابويا نايم، لما تعوزه ابقى روح للمحل اللي انت عارفه ورايح جاي عليه. مين؟ سيد؟ ازيك يا سيد يا ابني؟ خير؟ هو حصل حاجة؟ اه معلم، حصلت حاجة وحشة قوي. وحشة؟ فين؟ وانت في طنطا معلم، مصيبة. طنطا؟ ومين قالك ان انا كنت في طنطا؟ يا معلم انت ابن حلال، ابن حلال وبتكسب فلوسك من على جبينك، وانت في طنطا بقى حصل مشكلة كبيرة قوي يعني. بقولك ايه؟ تعالى نتكلم جوه في الصالون احسن، تعالى يا سيد يا ابني، اتفضل. الواد الصبي اللي بيشتغل عندك ده معلم باين عليه كده واد حرامي، انا شفته بعناية وهو بيسهل الواد سفره وبيمد ايده في الدرج وبياخد اللي هو عايزه، يعني بقى ياخد ورقه بخمسة جنيه بخمسين جنيه اي حاجه ايده تطولها. ازاي بقى وانا كل ليله بستلم فلوسي مظبوطه وكامله وعلى داير مليم؟ طب وانت بقى معلم بتعرف انها مظبوطه ازاي؟ الواد سفره صبي هو بيجمعها ويعدها لي، والواد ده مخلص وامين وانا بثق فيه. شفت يا معلم، اهو ده بقى اللي انا قصدي عليه، انت برضو ما تعرفش اذا كانت فلوسك ناقصه ولا لا، لانك بتاخد الثقه من الواد سفره، والواد سفره بياخد الثقه من الدرج اللي هو الحصيله يعني. عشان كده معلم يعني كان في سؤال يعني لمؤاخذه يعني، وانت بتبيع بكام في اليوم؟ مبلغ تافه، حاجه ما تذكرش يعني، 1000 جنيه 1000 ونص قول 2000. 2000 جنيه؟ هما 2000 جنيه دول مبلغ تافه برضو يا معلم. وعشان كده بقى مكسبي الحقيقي في العجول اللي بربيها في طنطا. بابا عن اذنك يا سيد ابني.
يا فراولة. بقول لك يا بابا شربوا الشاي ومشيه على طول، الدنيا ليل وعايزين ننام. اتفضل الشاي يا سيد يا ابني. شكرا يا معلم. يعني انت بقى على كده معلم مليونير بقى؟ مش للدرجة دي يا ابني، انما تقدر تقول انها مسطورة ومبحبحة قوي. الحمد لله. طب الحمد لله. طب قول لي معلم مؤاخذة، يعني انت ليه لغاية دلوقتي لسه عايش في امبابة؟ ايوه، فراولة بقى عجبها امبابة دي قوي، اصلها اتولدت وتربت فيها وعشان كده مش عايزة تسيبها، بتقول انها امان. وبينه وبينك يا سيد يا ابني، المناطق الشعبية دي بتبقى امان صحيح، وخصوصا بقى لما تبقى الست لوحدها. طب هي فراولة لما هتيجي تتجوز يعني يا معلم، هتتجوز هنا برضو؟ ما تتجوز بقى، لسه بدري على الكلام ده. لسه بدري ازاي يا معلم؟ هي مش مخطوبة ولا ايه؟ انا هقولك، ومش مفروض ان انا اقولك. بيني وبينك يا سيد، فراولة خطبتها اتفسخت امبارح. يا نور النبي. معلش معلش يا معلم بقى، الحاجات دي انت عارف يعني اسمها ونصيب. ايوه، الفراولة دي بالروية وعصبية، عشان كده بقى لو حد تاني تقدم لها مش هعمل لها خطوبة خالص، جواز على طول. انا مش عارف ليه يا سيد بقولك حاجات عن دواخلنا المفروض ما اقولها لكش، لكن بصراحة قلبي اتفتح لك يا ابني واستريحت لك. يا معلم انت ما خلفتش الولد، اعتبرني بقى انا زي ابنك بالظبط. شرفنا يا سيد، لكن ما قلت ليش انت هتقفش الحرام ازاي، قصدي الواد الصنايع اللي بيسرقني ده. هقفش ازاي؟ هعمل له كمين طبعا يا معلم. يعني انت قلت لها ان انا جيت لك المكتب مش المحكمه؟ طب ليه بس بتكذب يا هاني؟ انا مش عايز اخسر الست دي. انا دلوقتي مش بتكلم في مين يخسر مين، انا فعلا بعد المشكله اللي حصلت دي مش عايز حد ياخد فكره وحشه عني كنادين. لا رئيسة دي بقى عشان نقبها يطلع على شونة لازم انا وانت نتجوز. انت مجنون؟ نتجوز ازاي؟ تتجوزي مين؟ وجبتي موبايل يا ام تامر عشان تحب فيه؟ ازاي دخلت هنا؟ فتحت ازاي؟ تنسي ان انا معايا مفتاح وانك مغيرتيش الكالون؟ شفتي؟ شفتي ربنا عايز يفضحك ازاي؟ تنايمي العيال وتقعدي تحبي في حبيب القلب على الموبايل، وشوية والجيران يناموا وحبيب القلب يشرف وتبقى ليلة سعيدة. انت قذر. الو، عايز تعرف انا مين؟ انا جوزها، جوزها يا حبيبي. اطلع برا يا حسن وما تجيش هنا تاني لحسن، فعلا هطلب لك البوليس. خوفتيني يا قطة، خوفتيني يا بطة، خوفتيني يا اللي تاكليها وهي ولعة. ده انا كويس بقى ان انا خلصت منك واتجوزت غيرك بدل ما كنت تخونيني وانا معاكي. يا حبيبي انا مش انت ومش كل الناس زيك، انت تعمل الحاجات دي، انما انا لا، انا اشرف منك وعارفه حدودي كويس وماشيه بما يرضي الله. صبر على نفيه. ايوه حلو قوي، اعملي لي الشويتين بتوعك، بتوع امير الظلام ومسرح يوسف وهبي. طب يا حسن كفايه كده وامشي بقى، واوعى تيجي هنا تاني، فعلا اوعى تيجي هنا تاني، لان المره الجايه لو جيت هنا اروح لمراتك مدام شوشو واقول لها انك بتطاردني، وهخلي علاقتك بيها مش هتسرك. وانا موافق. ان اروح لها؟ لا، اني ما بقاش في بيننا اي حاجه، ونقطع الرباط اللي بيننا وكل واحد يروح لحاله، والشقه دي بقى باسمي، وانا هربي فيها اولادي، هاخدهم في حضني، وانتي روحي لحبيب القلب اللي هتعيشي معاه احلى عيشه. واوعدك يا نادين، لو شفتك في الشارع ماشيه في اي وضع هعمل نفسي مش شايفك. يخرب بيتك انت، ايه برميل قذارة؟ امشي امشي، اطلع برا برا. شرفتينا يا ست الهان. متشكرة قوي بنتي مايا. ما هياش كده، ما تقوليش حاجة يا ام الغيط، اللي ما نفهمش فيه من نص صالح بيه. كويس انك مشيتي المحامي وش الفقر اللي كان هيكشفنا ويسجننا ده. انا قلت لبابا على كل حاجه، وموضوع حاتم خلاص اتعرف. يا نهار اسود. طب وانا؟ وانت ايه؟ قلت لهم على موضوعي؟ انا ما اعرفش كتير عن موضوعك، انا كل اللي اعرفه انك كنت متجوزه عماد وخلاص. هو ده بقى مش كتير؟ بصي يا مايا، انا جايه لك وعايزه افهمك حاجه مهمه جدا لازم تحطيها حلقه في ودانك. كل واحد فينا متعلق من عرقوبه،
وانا لازم ادافع عن نفسي بكل الطرق. انا ما قتلتش ولا انا، والمحاميه بتاعتي شاطره جدا، واكيد لما احكي لها عن كل تفاصيل علاقتي بحاتم هتطلعني من القضيه زي الشعره من العجينه. طب وانا، انا وانتي مش خيط واحد، انا حاجه وانتي حاجه. هنعاير بعض بقى دلوقتي بالفقر والغنى؟ يا بنتي مش ده اللي انا بقول عليه، انا عايزه افهمك وضعي عشان تفهمي وضعك. انا هقول الصدق وانجب نفسي، وانتي بقى لازم تخلي المحامي بتاعك يقول الحقيقه عشان تخرجي من القضيه. يا نهار اسود يا بنت الملاح، عايزين افضح نفسي؟ هو انتي مش كنتي متجوزاه فعلا وفي ورقه تثبت كده؟ ايوه كنت متجوزاه. طب انهي فيهم احسن، انك كنتي متجوزاه ولا حبل مشنقه؟ واهلي بقى لو شحنوني على بلدنا وقتلوني هناك. هو انتي عملتي حاجه غلط؟ انتي ما صاحبتيش يا بنتي، انتي اتجوزتي. وبعدين بقى لما اهلك شداد قوي كده كنتي عملتي كده ليه؟ اتجوزتي عماد ليه؟ وانتي اتجوزتي حاتم ليه؟ علشان سبب، ومفاجاه هعلنها في الوقت المناسب. اهو السبب اللي كان عندك هو اللي كان عندي. لا طبعا مش نفس السبب، وبعدين مش هو ده اللي هنختلف عليه. انا جايه انصحك وهتنفع بقى النصيحه. ما انا اتفضحت خلاص. بص يا مهاب، الورقه دي خليها معاكي، فيها نمره تليفوني وعنواني في مصر، وهتلاقي نمره تليفون حاتم، كلميه وقولي له انا سافرت مصر وادي له عنواني هناك. طب ما تتصلي بيه انت. اعملي بس اللي انا بقول لك عليه، انا ليا غرض في كده. هحاول انا، بس لو سابوني اخرج اصلهم قاعدين على قلبي. الفلوس دي خليها معاكي، يمكن تنفعك، اصرفي منها. اما كانت حته عشوه انما مفتخره. لا والقهوه تجنن، البن ده جايباه جديد اكيد، بس انا قلبي حاسس كده انك بترشيني. ها عايزه مني ايه بالظبط؟ هقابل نجيه. نجيه مين؟ نجيه الخشاب اختي. نسيت، بس انا معذوره، انت عمرك ما كلمتيني عن موضوع شخصي ليكي ولا حتى لبنتك، دايما بتكلميني على الناس وخدماتك للناس وحبك للناس لما طهقتيني من الناس. عارفه يا عواطف، لما عرفت سامي واتجوزته كان املي اني اعمل اسره وبيت كبير قوي مليان ولاد وبنات وعيش له. فجاه ماما توفت، وبعدها بابا، وبعدها سامي. يعني ما تعملتش حياتي زي ما انا عاوزاها، عوضت الاسره الكبيره دي بالناس. بس الناس بتحبك وده مش قليل. بس انا دلوقتي بقى عايزه اختي وحبها. قول انا قلتلك، ده انا قلبي كان حاسس. يلا ابتدي اتحفيني. انا مش عارفه ابتدي منين، من زمان قوي ولا من دلوقتي؟ مش فاهمه. انا عايزه اديلها كل اللي خدته. انت عايزه ايه بالظبط يا هند؟ عايزاها تيجي تقعد معايا هنا. بس هي الطرف التاني اللي لازم يوافق. اه طبعا عارفه، عشان كده مرعوبه من اول لقاء، مش عارفه اقول لها ايه، هتقولي ايه، هقنعها ازاي انها تقضي بقيه حياتها اللي جايه دي معايا في حضني. طب وجوزها وابنها يجوا يعيشوا معاها هنا؟ ولو رفضوا خلاص يسيبوها لي بقى، دي حقي. هند انت عارفه انك كده داخله مرحله جديده؟ اه انا حاسه اني داخله على مرحله جميله قوي، حاسه كده اني احب دنيسي اللي جايه. هي فعلا هتبقى مرحله جميله، ووجودها هنا هيخليك تحب الناس اكتر مش اقل. لا خلاص انا عاوزه اختي حبها. هتوضبي لها اوضه تعيش معاكي هنا في الفيلا؟ اه طبعا. طب وهي هتتاقلم في العيشه هنا؟ انا مستعده اعمل لها خدي مداس. بس حضرتك مش فاضيه، مسؤولياتك كبيره قوي، مش هتقدري تعيشي لها 24 ساعه في 24 ساعه. هعيش لها يا عواطف وهاجل كل حاجه، ده حقي. طب وبنتك هتحبها؟ طبعا هتحبها، مدام بتحبني هتحب اختي. طب افرضي بقى زهقت وقالت لك انا عايزه اعيش في مكان تاني. مفيش مشكله يا عواطف، هاخد لها شقه اعيش فيها لوحدها. يا سلام، لارج قوي حضرتك. انا مش عارفه اقول لك ايه، اقول لك خلي عقلك يمشيكي ولا سيبي عواطفك هي اللي تمشيكي؟ اقول لك يا ستي انا تحت امرك، لو حبيتي انها تيجي تعيش معايا شقتي تحت امرك. ربنا يخليكي ليا، شقتك ان شاء الله هتتجوزي فيها.
انا جايب الفطار للمعلم. ليه؟ اشتغلت عنده بدل الواد سفره ولا ايه؟ يا ريت يا ريت بس هو يوافق وانا تحت امره. انسى. ما اقدرش انسى. هات مع السلامه. لا 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 مفيش مع السلامه. انا هدخل وهفطر مع المعلم. بس المعلم هو اللي عازمني. هو ابوك ما قالكيش ولا ايه؟ انت اسمك ايه؟ انا اسمي سيد. بص يا سيد، انت لا شكل ولا منظر ولا من النوع اللي يدخل دماغي، فأثر بقى وبلاش لف ودوران. بصراحة يعني قلبي ما يعرفش لا اللف ولا الدوران. واقفة بترغي مع مين يا فراولة؟ ده الصبي الجديد اللي جاي يفطر معاك يابا. صباح الخير. صباح النور. ايه اللي انت جايبه ده؟ دي تورتايه يعني كده. طب اتفضل. ماشي. هنشرب شاي سوا حالا. يا ريت. حته من التورته. جايبه ايه؟ هبص عليها. اقعدي معاها على بال ما اعمل الشاي. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا. رئيفه اختي رئيفه. صفوت سمير رئيسه في الشغل. اهلا وسهلا. اتفضل استريح. ميرسي ميرسي لحضرتك. نورت. ده نورك يا فندم. ميرسي يا حضرتك. ساكن فين؟ في سكاكيني. مع عيلتك طبعا. لا انا عيلتي ماتوا من زمان في حادثه انابيب الغاز بتاعت حلوان، لكن انا دلوقتي عايش لوحدي وعايش شويه مع عمتي يعني كده. استاذ صفوت، انا عايزه اقول لك حاجه قبل اختي ما تيجي. اتفضلي. اذا كنت بتحبها اتكل على الله. اه والله العظيم بحبها، بس هي مزرجنه شويه. سيبك منها، انا اختها ونفسي انها تتجوز، واذا كان غرضك شريف خليك وراها، هي في الاخر هتوافق، وخصوصا ان فاضل لي اسبوعين اتجوز واروح بيت جوزي، وهي هتعيش في الشقه هنا لوحدها. طب اقفي جنبي. ما انا واقفه جنبك اهو. انا عارفه انك لسه متخرج جديد وانك لسه بتبني نفسك، تقدروا تتجوزوا هنا في الشقة وشوية توضيب وترتيب على مهلكوا يعني، الشقة هتبقى جنة. ربنا يخليك يا رب. انت عليك تلح عليها وما تسيبهاش، وسيب الباقي عليا، وسيبك بقى من حكاية السن وان شكلك صغير. بس انا راجل. طبعا وسيد الرجال. اتفضل. متشكر. اقعد. شفتي صفوت؟ مال؟ ما هو راجل اهو. لا قول يا معلم، يا بنت حضرتك يعني ما بتفطرش معانا ليه؟ فراوله اصلها عدم المؤاخذه نفريه شويه، ما تحبش الاختلاط يعني. بعدين كمان لسه ما خدتش عليك، سيبها على راحتها. سيب. او مال، هسيبها طبعا، دي راحتها مهمه عندي قوي. سلام ابن حلال بصحيح. ما قلتليش بقى يا سيد، انت ناوي تعمل ايه بالظبط؟ بص بقى يا معلم، انت هتروح المحل النهارده عادي جدا. اه. هتقول للصنايعي بتاعك انك رايح مشوار مهم وراجع بالليل، تديله الامان يعني. اتفضل يا معلم. ساعتها بقى تروح تقعد عند الميكانيك اللي في اول الشارع، هو مش صاحبك يا معلم. صاحبي؟ ده صاحبي وحبيبي وفي مقام اخويا. حلو قوي. انا بقى هروح المحل عادي جدا، اخش واشتري لحمه، يعني يجي ب 100 جنيه كده. طبعا ال 100 جنيه دي انت اللي هتديهاني يا معلم، والفلوس دي هنعلمها معلمة احنا الاثنين هنكون عارفينها، وبعد كده اخد اللحمه وامشي بعيد ان شاء الله، حتى اجي يعني اطلعها لبنتك فراوله هنا. ده لو ما عندكش مانع طبعا يا معلم. انت بقى تستنى نص ساعه كده وبعدين تطب على المحل. هتخش يا معلم وهتفتح الدرج، هتلاقي 10 ورقات، كل ورقه ب 10 جنيه بس ناقصين. هتخش الواد الصنايعي بتاعك وتفتشه، هتلاقي معاه الفلوس اللي هو سرقها يا معلم، تدي له علقه وتطرده، وبعد كده اخش انا على طول. ده انت المفروض كنت دخلت كلية البوليس مش كلية التجارة. اما عليك حتة الدماغ. اي حظوظ بقى يا معلم. بعدين مش فارقة كتير، تجارة من بوليس يعني مش مشكلة. المهم يا معلم ان انا انجح وعجبك. انا اصلي بعون الله يعني ناوي ادخل دماغك. الربط. ربنا يخليك ليا يا معلم. انا بعتبرك اهلي وناسي كلهم والله. انا عايز حضرتك تطمني يا هنا، كل حاجة ان شاء الله هتبقى تمام.
بعد اذنك. التحية ابتدى؟ 5 دقايق بالظبط، ورئيس النيابة مستني حضرتك، أنا هروح عشان أبلغه. أوكي. بعد اذنك. إيه؟ خايفة؟ أوي. زي ما اتفقنا امبارح. الإجابة على قد السؤال، ما تزوديش. حاضر. اتفقتوا إمتى؟ أنا اتصلت بيها امبارح بالتليفون علشان أطمنها إن أنا هكون معاها في التحقيق. يعني ما قلتليش؟ مدام إلهام، أنا عاوزاكي دقيقة واحدة في كام. أستاذة هند، قبل ما تقوليلي أي حاجة، أنا عايزة أحذرك، مش عايزاكي تتعاطفي أبداً مع اللي اسمها رندا دي. جايز وشها يكون بيبي فيس، لكن من جوه يا ساتر شريرة. أنا هتعاطف مع أي حد يفيدني في القضية ويخليني أنقذ عمرو ابن أخوكي من حبل المشنقة. ولا أنت عندك فكرة تانية غير كده؟ لا أبداً، ده أنا حتى متشرفة بيكي. يبقى خلاص بقى، خليني أشوف شغلي بطريقتي، وخلينا في الكلام اللي أنا كنت عاوزاكي فيه. اتفضلي. أنا عاوزة أقابل أماني بنتك، ضروري قوي، ممكن؟ أنا قلت لحضرتك أماني عايشة في الغردقة، وبعدين دخل أماني إيه في قضية عمرو؟ هي أماني مش متعاطفة برضو مع ابن أخوكي؟ جداً. وبتحبه؟ طول عمرها. واضح طبعاً إن حضرتك ناوية تخلي ابن أخوكي يطلق رندا بعد صدور الحكم. يا سلام، ده منى عيني، وأنا بقى معتمد عليك أنت شخصياً بقى إنك أنت تقنعي. أنا في الطلاق وخراب البيوت ما بقنعش حد، وده مش ضمن دوري في القضية. أمال عايزة أماني في إيه بقى؟ خليني أقابلها، مش هتندمي. أصل مشكلة أماني إنها ما تقدرش تسيب شغلها في الغردقة وتنزل. أنا هقول لك حاجة، أنا عندي فكرة كويسة قوي. أنا هعزمك على يومين في الغردقة، تقعدي هناك وتدلعي نفسك، وبالمرة تشوفي أماني. أنا ما بسافرش، مش فاضية. أرجوك يقولي الأماني إنها ضروري تنزل مصر وتقابلني، ده لمصلحتنا كلنا. حاضر، عشان خاطر عمورة. اتفضلي يا أستاذة، رئيس النيابة مستني حضرتك. معلش يا بيه، ده كل الحكايه يومين راحتهم مصر وهترجع بالسلامه، ربنا ما يغيب لها حس في البيت ابدا. ولا انت فاهمه حاجه، انت بتتكلمي بسلام. ليه يا بيه مش فاهمه ليه؟ انا افهم ان الاب يحب بنته حبيبته ما تخرجش من حضنه لحد ما تتجوز، ازاي بقى مش فاهمه؟ تتجوز اهو، ده في الحاجه اللي انا كنت مستحمل كل حاجه علشانها، تتجوز وشوفها عروسه قاعده في الكوشه لا فرح نتكلم على اسكندرية كلها. يلا روحي انتي. حاضر. شفتي حبيبتي بقى البيت نور ازاي بيكي؟ تفطري ايه يا حبيبتي؟ لا انا ما بفطرش، عايزه بس اشرب نسكافيه. حاضر. موسى؟ نعم. اعمل نسكافيه للهنم الصغيره وهات السكر لوحده. حاضر. شوفي بقى يا ستي، انت تشربي النسكافيه بتاعك وبعد كده هو تخشي تاخدي حمامك وتخشي اوضتك، هتلاقي في الدولاب حته جين طقم جديد يجنن بجزمته وشنطته. في الاثناء دي انا هكون اتصلت بالاستاذه هند وخدت منها معاد ونروح لها. نروح لها؟
احنا مش هنروح له. ايه؟ غيرتي رايك؟ انا مش قصدي كده، انا قصدي اروح لها لوحدي، مش نروح لها انا وانتي. ازاي تروح لها لوحدك؟ مالكيش اهل يعني؟ هي عارفه ان ليا اهل وعارفاكي، بس انا عايزه اروح لها لوحدي، عايزه اروح واجي لوحدي، في منع؟ طبعا في. ايه هو؟ ان اللي حصل لك كله سببه انك مشيتي لوحدك بمزاجك من غير ما تشوري حد، وبابا سابك من باب الدلع، ما راقبكيش خالص. ماما انتي بتتكلمي في قضيه غريبه قوي، بابا سابني وانتي كنتي عملتي ايه؟ انتي بقى هجرتيني خالص. وبعدين بقى من فضلك مش عايزين نفتح مواضيع، انا عايزه اقفلها. وارجوك يا ماما، بابا انسان عظيم ورباني احسن تربيه، انما كل اللي كنت بسمعه منك كل مره تشوفيني فيها هو اللي خلاني بالمنظر ده. احنا محتاجين نتكلم مع بعض يا عزه، والكلام اهو جاب نتيجه. لما ابقى اخلص مشكلتي واستوعبها. وعلى فكره انا النهارده مش رايحه لطنط هند، انا هتصل بيها واخد منها ميعاد بكره. طيب تحبي تتغدي في النادي يا حبيبتي؟ اعملي اللي يعجبك.